أسفرت ثم انورت واستهلت وانطرت والقلوب بجيته جات يمه مقبلة من مطار دبي وأقلع طيارته في مطار جدة كلنا نسقبله مرحبا يا وافية صيت راع الأولى مرحبا باللي بعوله بعز مكملة أسفرت ثم انورت واستهلت وانصرت والقلوب بجيتها جات يمه من مطار دبي وأقلع طيارته في مطار جدة كلنا نسقبله من بعد رحلة دراسة انتظرنا جيتة والسعودية بشوفتك الغالي منورة أشهد النبوك يا عبد العزيز مر جامع دين وثقافة والطيب ومرجلة هذا النادر اللي نومس كل حين يكفي الاستاذ التركي ومنه يجهله جده اليوم كان الغامدي ساق عمره دون ربعه واحتماهم كونهم خير الله خيال العبية شال روس القوم وخلف نبتغاه واكملوا الغامدي مضمون الحمية واعتنوا في صيتهم من الجبار الأكابر كريمين السباك ومن تعز العزاز وتحل المعضلة الغامدي والجبارين هم اسم كبير دولة في وسط دولة بالاسم مسجلة من عرفهم قارية جعلهم بالعالمين هالكرم والطيب فيهم ومنهم بيه وامك ارحب والله لها الاسم الكبير والكرم والطيب فيها ومنها منهلة وانت يا عبد العزيز شيخ دين وشيخ قوم سجل التاريخ باسمه بزايا مذهلة مرحبا يا وافية صيت من بعد رحلة دراسة انتظرنا جيته والسعودية بشوفتك الغالي منورة أشهد النبوك يا عبد العزيز غير جامع الدين وثقافة والطيب ومرجلة هذا النادر اللي يلومس كل حين يكفي الاستاذ التركي ومنه يجهله جده اليوم كان الغامدي ساق عمره دون ربعه واحتماهم كونهم خير الله خيال العبية شال روس القوم وخلف ابتغاهم واكملوا الغامدي مضمون الحمية واعتنوا في صيتهم من استواهم الجباري الأكابر كريمين السباك ومن تعز العزاز وتحل المعضلة الغامدي والجبارين هم اسم كبير دولة في وسط دولة بالاسم مسجلة من عرب قارية جعلهم بالعالمين هالكرم والطيب فيهم ومنهم بيه وامك ارحب والله لها الاسم الكبير والكرم والطيب فيها ومنها منهلة وانت يا عبد العزيز شيخ دين وشيخ قوم سجل التاريخ باسمه مزايا مذهلة جوال 00 9 6 6 5